السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم بالتغطية المستمرة عبر قناة الأيام الفضائية للحدث الأكبر والأبرز والأهم وحديث وكالات الأنباء العالمية والصحف والقنوات الفضائية وغيرها من هذه الأمور، باستشهاد سيد المقاومة وسيد الجنوب وسيد العرب السيد حسن نصر الله رحمه الله. الأحداث تتوالى، تظاهرات الشعبية بكل عفوية خرجت في الكثير من المدن العراقية ومدن أيضا غير عراقية، في إيران، في سوريا، في لبنان، في بغداد، في محافظات أخرى أيضا من العراق، وأيضا حتى في البحرين ودول أخرى. حقيقة الأخبار التي ترد الآن بالتظاهرات من البحرين قمعت من قبل النظام المطبع، نظام آل خليفة المطبع. حقيقة كل الأمنيات بالسلامة لكل المتظاهرين ولكل اليوم المعزين بهذا المصاب الجلل اللي ما أثر فقط على لبنان بل أثر على الأمة العربية والأمة الإسلامية جمعا. طبعا أحب المشاهدين راح نناقش كل هذه التطورات، كل الأخبار التي تردنا الآن بشكل عاجل حسب الأخبار الواردة الآن. الجبهة مشتعلة، هناك انتظار وترقب وتخوف من العدو الصهيوني من رد حاسم من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان ومن قبل محور المقاومة في اليمن وفي العراق وفي سوريا. الاستمرار التغطيات قناة الأيام الفضائية مثل ما عودتكم دائما تخليكم بالصورة. طبعا أرحب بضيوفي الأكارم في الاستوديو، الأستاذ حيدر عرب الموسى والباحث بالشأن السياسي، أهلا وسهلا بك أستاذنا العزيز. حياكم الله، أهلا وسهلا. ومن لبنان الأستاذ علي حمية من الباحث بالشأن السياسي، أهلا وسهلا بك أستاذ. هل تسمعني أستاذ علي؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم، أهلا وسهلا بك. أحبة المشاهدين، أبدأ مع الأستاذ حيدر عرب الموسوي. فاجعة كبيرة، الصدمة عظيمة نزلت اليوم على كل محبي محور المقاومة، كل الشرفاء، كل الأحرار في العالم. ماذا كان ينوي الكيان، أو ما هو هدف الكيان باستهداف شخصية بارزة كالسيد حسن نصر الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك سيد الكريم، قناتكم، متابعيكم، مشاهديكم، ضيفكم الكريم. أولا دعني أعزي نفسي حقيقة وأعزي العالم الإسلامي ولا سيما مراجعنا الكرام الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، جميع إنسان غيور، جميع إنسان مقاوم على الكرة الأرضية. حقيقة هذا المصاب هو مصاب كبير جدا. أنا أدعو لأخوتي المقاومين في لبنان الصبر حقيقة والوقوف بشكل حقيقي. نعم الخسارة كبيرة جدا، لكن إذا ما هبطت المعنويات تكون الخسارة أكبر. هذا الذي لا يريده السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، عندما كان يتحدث دائما يقول المهم هو المقاومة والمهم هي لبنان والمهم هي الأراضي الإسلامية. علينا أن لا حقيقة نضعف أو لنين أمام هذا العدوان. نعم هذا عدوان كبير متمرس مثل ما وصفه السيد علي خامنئي، كلب مسعور بالضبط يحاول أن ينهش جسد الأمة. وبالتالي استهداف هذه القامة الكبيرة التي كانت تعتبر عنوانا كبيرا لجميع المقاومين بشتى أصقاع الأرض، السيد حسن نصر الله كان ليس فقط مقاوما وإنما هو عنوانا وهو رمزا للمقاومة. وبالتالي استشهاده لربما هنالك ثلمة أصبحت في نفوس كل المقاومين، وثلمة كبيرة في الجهد الكبير الذي يقاوم الكيان الصهيوني والإمبريالية العالمية. لكن عزاؤنا أنه أسس مقاومة كبيرة وعظيمة جدا استطاعت أن تحرر الأرض اللبنانية. وكان حقيقة وأنا كنت متيقنا بشكل كبير جدا أننا سوف نصلي خلف هذا السيد في القدس، لكن طريق الإمام الحسين لربما هذا الكبش الكبير الذي قدم فداء لمسار حقيقة الحرية، لربما هذه الدماء التي سوف يكون لها الفورة الحقيقية كدماء جده الإمام الحسين بتحرير الأرض بالصمود بشكل حقيقي، أكيد سوف نشهد هنالك قادة ينبعون مثل ما رباهم سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، سوف يخرجون لنا وسوف يضيقون العدو الصهيوني.
الأمريكي حقيقة ذل الهزيمة، لن تكون هذه الدماء حقيقة التي سيلت على هذه الأرض شيء بسيط، وإنما سوف تكون نبراسا حقيقيا لاستمرار جذوة المقاومة. حسن نصر الله أراد حقيقة العدو الصهيوني باستهدافه لربما كسر ظهر المقاومة، لربما أضعاف معنويات المقاومة، لربما عندما نصل إلى هذه المرحلة واستهداف هذا الرمز الكبير لربما سوف تكون هنالك تراجعا في المقاومة، أو لربما يقولون سوف نؤثر في هذه المقاومة وتكف يدها عن أو ترفع يدها عن الزناد الموجه دائما نحو الأراضي المحتلة. يعني هو هذا هدف الكيان الصهيوني من استهداف سيد حسن نصر الله؟ الهدف الأساسي من استهداف السيد حسن نصر الله إنهاء المقاومة. هم يعلمون مدى تأثير هذا الرجل وهذه الشخصية، وهو أصبح رمزا للمقاومة. ظنهم حقيقة باستهداف هذه الشخصية واستهداف رموز المقاومة سوف يكون هنالك ضعفا في هذه المقاومة وإنهاء للمقاومة اللبنانية ولربما جميع محور المقاومة، لكن خسئوا حقا في هذا الموضوع. السيد حسن نصر الله عندما قدم دمائه سوف تكون كدماء جده الإمام الحسين، هي نبراسا وسوف تكون قوة تضاف إلى عزم المقاتلين والمقاومين في لبنان وفي جميع ساحات المقاومة. نحلل اليوم هذا الموضوع بشكل كامل، ممكن هدف كان الكيان الصهيوني هو أنه إنهاء المقاومة الإسلامية في لبنان، ولكن اليوم اسم سيد حسن نصر الله مع كل احترامات لقيادات الخط الأول والثاني الذين استشهدوا في حزب الله، ولكن وزن السيد، الاسم اللامع، المعنوية، خطابات السيد حسن نصر الله التي كانت تبث روح حماسية مو فقط لمقاتلي حزب الله، حتى لسكان لبنان، سكان الضاحية الجنوبية، سكان جنوب لبنان والبقاع، ستترك فراغا كبير. ولكن هل الآن حزب الله كبنية حزب وكبنية عسكرية لديه الزخم والحماس للاستمرار بنفس نسق المقاومة بإطلاق صليات الصواريخ فرضا على الكيان الصهيوني؟ شوف، أولاً عندما استهدفت هذه البناية وبدأت الأخبار الأولى على أنه السيد أصيب أو لربما استشهد، شاهدت استمرار الصليات الحقيقة ضربة بضربة. عندما تكون هنالك غارة إسرائيلية يكون هنالك صلية حقيقة على أحدى المدن الشمالية. إذ ما شاهدنا وإذ ما كان هنالك حقيقة متابعة إعلامية للشريط الحدودي في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة لوجدت أنها عبارة عن نيران مشتعلة نتيجة الاستهدافات. هي لم يعني المقاومة اللبنانية لم تستهدف منطقة بعينها، وإنما استهدفت جميع الحقيقة المستوطنات الإسرائيلية على طول الشريط الحدودي. سابقا كانت هنالك هجرة معينة من كثير من هذه المناطق، الآن قد امتدت حقيقة هذه الهجرة والدخول، وهذا يصبح ورقة ضغط أيضا على نتنياهو وحكومته. وبالتالي هذه العمليات أرادت واستهداف السيد حسن نصر الله تخفيف هذا الضغط حقيقة على الكيان الصهيوني، أو لإضعاف ردة الفعل اللبنانية والاستهداف المستمر حقيقة من قبل المقاومين اللبنانيين بالصليات الصاروخية المستمرة والتي استمرت إلى نهاية هذا اليوم باستهداف كثير من المناطق. لكن أنت تعرف الآن لدينا نحن شهيد، وشهيد ليس شهيد عاديا، نحن نحتاج إلى تتمة الأمور حقيقة، امتصاص الصدمة أحسنتم. وبالتالي الآن أولى الخطوات هو تم اختيار السيد هاشم أن يكون رسميا أن يكون هو حقيقة بديلا للسيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى خير خلف لأحسن سلف. أحسنتم. وبالتالي هو الشخصية التي رباها السيد حسن نصر الله إلى هذا اليوم، وكان يتحدث بهذا الاتجاه، حتى أن هنالك بعض الأخوة الذين تحدثوا لنا أن السيد حسن نصر الله قد نعى نفسه قبل 10 أيام حقيقة للمجاهدين، ولربما هذه الرؤية الاستشرافية لسماحة السيد هو كانت رؤية لإدارة المعركة، وقال حتى وإن فارقتكم لا تستكينوا إلى المساومة فلتكن هي دمائي، هي النقطة التي يجب أن تكون حقيقة محفزة لكم والدافع لكم للاستمرار بالمقاومة وإجبار العدو بالرضوخ لإرادة المقاومة. أحبتي المشاهدين، الآن انتقل إلى ضيفنا من لبنان الأستاذ علي حمية الباحث بالشأن السياسي. وقبل الانتقال الآن الأخبار العاجلة
انه انظر ان يعني بركات دماء السيد حسن نصر الله، تظاهرات اين تنديدا باغتياله، تظاهرات في عمان في الاردن وتظاهرات في اسطنبول، قد تكون هذه الدماء الزكيه تلملم اليوم للاسف اشلاء الوحده الاسلاميه ان شاء الله يا رب. اخلي انتقل الى الاستاذ اكيد علي حميه من لبنان، ارحب بك من جديد. تحياتي لك مجددا، ونعزيك ونعزي الشعب اللبناني الشقيق بهذا المصاب الجلل. العزاء مشترك. ربي يحفظك استاذ علي. قبل ما ندخل بتحليلات مستقبليه، قبل ما ندخل بالخطط العسكريه وغيره وبنيه الحزب، ماذا يمثل السيد حسن نصر الله للشارع اللبناني عامه، ليس فقط اليوم للبيئه المقامه وللضاحيه الجنوبيه؟ دعني اقول اولا بانه قد انتهى فصل من فصول الحكايه ليبدا فصل جديد عنوانه دماء، وانطلاقته دماء سماحه الامين العام السيد حسن نصر الله، باننا ان شاء الله قطعا سننتصر، قطعا سننتصر. إن شاء الله. هذه الدماء الطاهرة صاحب النفس الزكية السيد الحجة القائد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه قد وضع كل الخطوط في حياته ولبعد مماته، وأنا أعتقد جازما بأن ما سيأتي سيكون شعلة تضيء كل الدنيا إن شاء الله. مقارعة حزب الله لحزب الشيطان العالمي المتمثل بالشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيل والعدو الإسرائيلي الصارم ودول التطبيع العربي الأعراب الشاذين عن الحياة العادية الذين أصبحوا من أفاق من شذاذ الأفاق يتبعون وهم لا يعلمون بأن هذا العدو الإسرائيلي سيستعبدهم، وهو قد بدأ باستعبادهم بوضع أجهزة في مطاراتهم لمراقبة حتى خروج الخاصات من الزعماء داخل وخارج إليها في مطاراتهم، كما يحصل في الإمارات الدولة، تلك الدولة الصهيونية الأولى في الشرق الأوسط، تليها إسرائيل يعني الإمارات الدولة الصهيونية الأولى بعد تليها إسرائيل. الإسرائيل الحقيقية هي دولة الإمارات العبرية، تليها إسرائيل العدو الإسرائيلي. وبالتالي دعني أقول بأن المقاومة ما زالت قوية ومتماسكة وكذلك جاهزة من صاحب الأمر الجديد لإعطاء الأمر لكي تشعل النار تحت أقدام العدو الإسرائيلي. أنا أقول لك بأن من التنبؤات التوراتية بأن هذه الدولة ستزول خلال 2 إلى 3 سنوات. وكذلك نتنياهو قد قال لهم لا ترموني في السجن واتركوني على رأس الحكم لكي أتخطى بكم عقدة العقد الثامن. هم لديهم عقدة العقد الثامن بأن كل ما قامت له مملكة، ومملكة مدينة صغيرة عادة هي في يهودة والسامرة ولم تكن بيوم من الأيام على كامل أرض فلسطين. وبالتالي عقدة العقد الثامن ما تزال قائمة، وهم يعلمون بأن نتنياهو هو آخر زعماء بني إسرائيل، وبالتالي يتم دعمه ومساندته من قبل الشيطان الأكبر إلى الشيطان الأصغر إلى منطقة قرن الشيطان. وأتمنى أن تكون قد يعني وصلت بينهم ونجد يا رسول الله، قال من ها هنا يخرج قرن الشيطان. فبالتالي كل تلك الدول أصبحت معروفة، منها من هو صهيوني أول، منها من هو ماسوني أول، ولكنهم جميعا ينضوون تحت لواء اللوسيفرية وحكم الشيطان من خلال الأديان السماوية. وما كان يقوم به سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله
ومحور المقاومة بشكل عام، إن كان في العراق وإيران وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن، ما هو إلا قتال الخير ضد الشر، رجال الله ضد رجال الشيطان. نعم أستاذ علي، سأعود إليك بعد قليل، ولكن أنتقل وأعود إلى الأستاذ حيدر عرب الموسوي. أصوات التنديد عالية جدا، العراق أعلن الحداد لمدة 3 أيام، سوريا أعلنت الحداد لمدة 3 أيام، الجمهورية الإسلامية في إيران 5 أيام مع تنكيس الأعلام. الآن أحد الأخبار العاجلة أنه تغيير أحد أسامي أحد المدارس في تربية الرصافة الثانية، بعد أنه تربية أيضا النجف اختارت أحد المدارس تكون باسم السيد حسن نصر الله. هل يكفي الحداد وتنكيس الأعلام وتغيير أسامي البنايات إلى اسم السيد الشهيد حسن نصر الله، أم مطلوب موقف أكبر، زخم أكبر من دول محور المقاومة ومن الدول الأخرى؟ شوف، التعاطف الإنساني عن نشهد تظاهرات عفوية، نعم، في جميع بلدان، هذه مشاهد مباشرة من بغداد، نعم، في جميع بلدان المنطقة، لربما حتى بعض البلدان التي كانت تعتبر أنه حزب الله السيد حسن نصر الله عدوا لها. بالضبط. الآن خروج تظاهرات تنديد، التعاطف هي حالة إنسانية ما بين البشر، وهي حقيقة إدراك لربما في بعض الحالات. هؤلاء الذين يخرجون تظاهرات وهم في الأمس القريب كانوا يعلنون العداوة، ولربما إدراك، لربما صحوة ضمير، صحوة إنسانية لهؤلاء. لكن هل نكتفي بهذه القضية؟ حال بعض القوى السياسية عندما يحدث طارئا معينا نخرج بحقيقة تنديد بكلام إعلامي، أنا أعتقد هذه حقيقة المأساة، هذه الخسارة الكبيرة باستشهاد السيد حسن نصر. يجب أن يكون هنالك ردا عسكريا قويا يعيد التوازن ويعيد الهيبة والقوة مرة أخرى إلى محور المقاومة. إسرائيل تظن حقيقة بهذا الاستهداف أنها قد ثلمت، أنها قد كسرت ظهر المقاومة، وهم يعتقدون حقيقة أنه لا رد، لن يكون هنالك ردا على هذه التخرصات وعلى هذا الاستهداف وعلى هذا التجاوز الكبير. إذن ماذا نحتاج نحن حقيقة من محور المقاومة؟ ماذا نحتاج من بلدان العالم الإسلامي والعربي؟ عليهم أن يعوا على أنه إذ ما سكتوا عن هذه المرحلة سوف تعطي الضوء الأخضر للكيان الصهيوني الأمريكي أن يتجاوز على جميع حقيقة دول المنطقة، وأن لا يحسب حساب إلى أي دولة أخرى. حتى الدول المطبعة ممكن لا تسلم. حتى الدول المطبعة، نحن بالأمس شاهدنا نتنياهو في الأمم المتحدة يتحدث عن خارطة معينة يسميها خارطة الخير، وقبلها بعام كان يتحدث عن الحدود السياسية التي يأمل أن يصل لها نتنياهو، وهي تتحدث من نهر النيل إلى الفرات. وبالتالي هذا المخطط يجب أن تنتبه هذه البلدان على أن إسرائيل سوف تسعى ليس فقط إلى هذا الحد، وإنما هم يعتبرون نفسهم الآن الدولة الكبيرة والعظيمة في هذه المنطقة، وعلى جميع هذه البلدان أن تخضع لهم وبإرادتهم. وبالتالي حقيقة علينا أن ننتبه إلى هذه القضية. محور المقاومة يجب أن يكون له ردا حازما وقويا يزلزل المنطقة ويزلزل الكيان الصهيوني، وكذلك البلدان العربية والإسلامية الأخرى يجب أن تقف بصف واحد مع محور المقاومة. يجب أن يعلم الكيان الصهيوني أنه بتصرفه هذا وبحماقته هذا لربما قد فتح عليه باب جهنم. وبالتالي إذا ما استكان القوم ولم تكن هنالك ردة فعل حقيقية تلجم هذا الجبان، أنا أعتقد هذا الجبان سوف يتشجع وسوف يتطاول إلى ما أبعد من ذلك، وعندئذ لن تكون هنالك الندم أو اللوم ذو قيمة ومنفعة لهذه البلدان. أنا في أحد اللقاءات قلت أنه الهدف الذي يجب أن تتحرك عليه جميع هذه البلدان هو رأس نتنياهو، باعتبار هو الأساس حقيقة لجميع هذه المآسي الموجودة في المنطقة. هو من يحرض، هو من يدفع الآن بكلتا يديه وبقوة كاملة من أجل أن تستمر هذه الحرب، لأنه يعلم إذا ما انتهت هذه الحرب هي نهاية لعمره السياسي، ولربما سوف يواجه المحاكم والسجن، وإلى ما
كثير من الأمور الأخرى. علينا أن ننتبه، منذ عام كامل لم تحقق حق أو لم يحقق الكيان الصهيوني ولو نصرا حقيقة يوهم به الشارع الصهيوني أو الشارع الأمريكي. الآن بسكوتنا نعطي هذا النصر، الآن هو يتحدث على أنه قد اختال الرأس الكبير في هذا الموضوع. حيدر، حتى لو اليوم شهدنا أو غدا إذا رد محور المقاومة رد قاسي يؤذي اليوم المستوطنات الصهيونية، الشعب المجتمع الصهيوني وحتى الوزراء المعارضين سيقول نتنياهو بسببك، بسبب استهدافك للسيد حسن نصر الله هذا اللي حصل. حسنت، يجب قد تقلب الصورة. أنا أعتقد أيضا يجب أن يكون بمثل ما العين بالعين، مثل ما هو يستهدف حقيقة بدون تحديد وبعشوائية، يجب أيضا أن لا نكون حقيقة في فترة هذه أن نكون نبلاء في عملية القتال. هو يستهدف المدنيين، تستهدف أيضا المناطق السكنية العبرية والصهيونية، يستهدف المستشفيات، تستهدف العين بالعين. نعم. إن لم يكن هذا النظام حاضرا في هذا الموضوع، أعتقد أنه الكيان الصهيوني هو لا يهتم للجانب الإنساني ولا يهتم للمواثيق الأمم المتحدة التي وضعت حقيقة خطوط حمراء في حالة الحرب. لا تستهدف المستشفيات، لا تستهدف المدارس، لا تستهدف المجمعات السكانية حقيقة، لا تستهدف الأماكن الإيواء المؤقتة، وإنما الحرب سجال ما بين قوتين عسكريتين. نعم. هذا حقيقة لم نشاهده. نعم، في هذه الحرب. أعود إلى أكيد الأستاذ علي حمية من لبنان، ورحب بك من جديد أستاذ علي. تحياتي لك مجددا. دعنا نحلل هذا الخبر اللي ظهر على الأي بي سي الأمريكية عن مسؤول أمريكي لديه بعض الأخبار التي تقول أنه الكيان الصهيوني ينوي هذه الليلة بالقيام بعملية برية محدودة داخل الحدود اللبنانية. هل تتوقع حصول هذا الشيء؟ يعني ما نراه من نشوة انتصار لدى العدو الإسرائيلي قبل النتائج الأخيرة للحرب، أعتقد بأن هذه نقطة قاتلة للاستراتيجية العسكرية. وبالتالي إذا ما أقدم هذا العدو على الاجتياح برا داخل لبنان، أعتقد بأنه يكون قد أهدانا هدية كنا ننتظرها وسماحة السيد حسن نصر الله على قيد الحياة، فكيف بها تأتي وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى. دعنا نقول بأن ما حصل، بدي أقول كلمتين وجدانيات وبعدين بدخلك تفضل. بأن سماحة السيد حسن نصر الله هو حمزة أحد، وأن أحد كانت كارثة على المسلمين. بالضبط. وأن جندهم هم جند هند. أنا أعني جند هند يعني الشيطان، مش معنى طائفة معينة من المسلمين. نعم. أنا أعني الشياطين. وصلت الفكرة أكيد. نعم. وحمزة قد استشهد، ومن دماء حمزة قد حررت مكة. فاليوم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله حمزة هذا العصر قد نزف على أرض الضاحية الجنوبية، وستمتد شعاع ونور دمائه الحمد لتصل لله. إلى الأقصى إن شاء الله. نعم. من ناحية أخرى، من الناحية العسكرية، أعتقد بأن الدخول البري هلا ما عادش في شيء، ولا ممكن أي إنسان يسقط أي فرضية ممكن أن تحصل. يعني ممكن العدو الإسرائيلي في نشوته 1941 لهتلر بدخول روسيا كانت نشوة لديه بأنه قد انتصر على معظم الدول، ولم يتبقى منها شيء إلا منطقة روسيا، ودخل ستالينغراد وكانت نهايته. فبالتالي عادة الحروب لا تقاس ببدايتها ولكن تقاس بنتائجها الأخيرة. نعم. وإذا كان العدو الإسرائيلي يعتبر بأن ما يقوم به الآن من نشوة انتصار باغتيال سماحة الأمين العام ورفاقه وكل الإخوة القادة السياسيين والعسكريين، فأعتقد بأنه لا يعلم البتة هرمية حزب الله،
وأن حزب الله يعمل بوحدات متفرقة، كل وحدة لديها حراميتها وكل وحدة لديها كلما استشهد قائد قام قائد، وبالتالي لن يكون هناك نقص. أنا أعتقد النقص الوحيد الموجود حاليا هو الآن رأس الهرم الأمين العام الجديد، وأن حسب ما سمعت منك بك لأنه كنت سامع بالموضوع بس ما كان عندي تأكيدات، سمحت السيد هاشم صفي الدين لربما يكون هو الأمين العام الجديد. ربما وتم تأكيد هذا الموضوع. أنا ما عندي تأكيدات بعد، ولكن سوف أتأكد، وأن سماحة السيد هو كفء لهذه المهمة، على الرغم من أننا لم نستطع بيوم من الأيام تخيل أن يكون أحد في مكان سماحة بالضبط صدمة كبيرة ولكننا مجبرون ولا نفعل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. من الناحية العسكرية العدو الإسرائيلي كان لأسبوعين مضوا قد انتهى وبدأ يعد العد العكسي، لأنه قد أصيب بترهل وقد أصيب بانكفاء وانهزام، إلى أن تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة بدعم العدو الإسرائيلي بقنابل مركبة من الكلاستر بام والثيرمو باري وكلها محرمة دوليا، والقنابل MK4 MK84 والقنابل GBU-28 التي تبدأ من 2500 كيلو يعني 5000 رطل، وبالتالي بدأت بالتدمير الممنهج بعد قيامهم بمحاولة اغتيال كل القادة عن طريق البيجرز والآيكون B82. نعم. وبالتالي يكون العدو الإسرائيلي قد ربح معركة ومعركة قاسية، وقد اعترف بها سماحة الأمين العام رضوان الله عليه قبل استشهاده بأنها كانت صعبة وضربة قاسية، إلا أن هذه الضربات لن تثني المقاومة عن استكمال المسيرة، وإلا لن يعلو صوت الحق بعد اليوم. نعم أستاذ علي، أعود أكيد مع الأستاذ حيدر. أستاذ حيدر، الآن أحد أيضا الأخبار اللي قاعد تصل لنا بشكل عاجل يعني، وهذا دليل قاطع انه الكيان الصهيوني يعلم ان حزب الله مؤسسه مبنيه بطريقه صحيحه وقدرات مخيفه ومرعبه ان شاء الله. المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: تقليص قدرات حزب الله وتفكيكه لن يكون سريعا، لكن سنواصل استهدافه. إذن هم يعني لديهم الخوف، لديهم اليوم الريبة أنه حتى باستشهاد السيد حسن نصر الله حزب الله يمتلك القوة. حزب الله وليس حزبا محليا داخليا، هذا الحزب أصبح لديه القدرة حقيقة والتأثير الإقليمي والعالمي. يعني شنو السر الآن؟ العالم بأجمعه متوجس خيفة ومنتبه إلى هذه المعركة ما بين الكيان الصهيوني وما بين حزب الله. الكيان الصهيوني الذي يعرف نفسه على أنه القوة الكبيرة، القوة التدميرية، تحدث مع المطبعين أنه لا ملاذ لكم حقيقة إلا بالتطبيع معي، وإلا سوف تؤول الأمور إليكم إلى كذا وكذا. وبالتالي هذا الحزب وليس حزبا صغيرا، حزبا له تأثير محلي بحدود لبنان قد يتعدها بمسافات بسيطة، وإنما هو حزبا يؤثر في منطقة غرب آسيا بشكل كامل وبالعالم، ونشاهد الأحداث الحالية. هذا جانب. الجانب الآخر، ردا على سؤالك قبل قليل، أنه هنالك رغبة من الكيان الصهيوني بالتوغل داخل، هي أمنية اسمه التوغل البري المحدود، هي أمنية حزب الله أن تتحول إلى برية. نعم. السيد حسن نصر الله قد تحدث قال إذا ما دخلت الدبابات الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية لن تعود أي واحدة منها، بالتالي سوف يكون هنالك تدمير. هي لن تعود ليس فقط الدبابة، هي ومن فيها، باعتبار هنالك حديث حقيقة دخول القوات البرية الصهيونية بمسافة 2 كيلو ولربما تمتد إلى 5 كيلو لتأمين المناطق التي تم تهجير الصهاينة من هذه المناطق، باعتبار أصبحت ورقة ضغط هذا التهجير، بالإضافة إلى ورقة ضغط الأسرى لدى حماس أيضا، هذه ورقة ضغط أخرى. ما الذي فعلتموه أنتم
تحدثتم عن نهاية حماس، عن إطلاق الأسرى. الآن حقيقة لا حماس انتهت ولا الأسرى تم إطلاق سراحهم، والآن هنالك مهجرين من الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة إلى الداخل. تجاوز عدد حقيقة المهجرين أكثر من 150 ألف مهجر إلى الداخل الصهيوني، بالتالي هذا أيضا نقطة تأثير أخرى. هم يحاولون أن يغطوا هذا الموضوع بالدخول المحدود لربما 2 كيلو إلى 5 كيلو لتأمين هذه المسافة، باعتبار أنه حزب الله في الفترة الماضية كان يستخدم حقيقة الاستهداف المباشر، أي معنى ليس بالطيران، وبالتالي هم لا يستطيعون منع هذا الاستهداف المباشر، واستطاعوا من خلال هذا الاستهداف المباشر من قبل القطاعات الموجودة على الحدود. أستاذ، فرضا إذا فكر الكيان الصهيوني أو إذا قرر التوغل البري حتى لو 2 كيلو أو 3 كيلو أو حتى 5 كيلو، هل حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان تعتمد على نفسها أو تعتمد على الصواريخ والطائرات المسيرة العابرة للحدود، أو ممكن نشاهد دعم من محور المقاومة على الأرض؟ شوف، أولا عملية التوغل الصهيوني، الاستعدادات التي قام بها حزب الله هي استعدادات كبيرة. احنا ما راح نشوف هنالك مقاتل يحمل البندقية او يحمل القذفة لاستهداف الدبابة، او يكون هنالك الاشتباك ما بين الجيوش. اذا ما حدث هذا، ما هم عندهم الاستمكان الجوي، وبالتالي الغطاء الجوي هو متوفر لدى الكيان الصهيوني. نعم. لكن طوبوغرافية الارض هي من سوف تدافع حقيقة عن لبنان، وهي الاداة الاساسية أهل مكة أدرى بشعارها، احسنتم، التي سوف تنهي أي تدخل أو أي توغل داخل الأراضي، باعتبار السلاح الذي يمتلكه حزب الله سلاح مخيف في قضية استهداف الأشخاص أو استهداف الآليات والدروع والدبابات الصهيونية. وبالتالي إذا ما حقيقة كان هذه الحماقة يحاول أن يرتكبها الكيان الصهيوني ويدخل لمسافة محدودة، إذا ما دخل وتم إبادة هذه القوة مثل ما حدث، وكلنا يتذكر عندما دخلت التحالف السعودي عندما حاول أن يتوغل إلى داخل الأراضي اليمنية، ما الذي حدث؟ ألم يقضى على جميع من توغل ومن دخل؟ وكانت هي حقيقة بدأت المملكة تتوسل الهدنة، أحسنتم، نعم، إلى أن كان هنالك وقف إطلاق النار. أنا أقول لك ومن الآن، وسجلها علي يا أستاذ رفيل، أنا أقول إذا ما دخلت القوات الصهيونية إلى داخل الأراضي اللبنانية سوف يكون هذا الاستهداف، وستكون إبادة كاملة لهذه القوات التي تدخل إلى هذه الأرض، وسوف تكون القشة التي تقسم ظهر البعير والتي تفرض على الكيان الصهيوني. نعم. بقبول جميع الشروط التي رفعها حزب الله والمقاومة. نعم، أعود إلى الأستاذ علي حمية من لبنان. أستاذ علي، عندما بدأت عملية 7 أكتوبر المباركة التي قام بها مجاهدو غزة وحققت هذا الانتصار الكبير، يوم 8 أكتوبر أعلن حزب الله عن فتح جبهة الإسناد. الآن الأنظار تتجه إلى جنوب بغداد، إلى جنوب لبنان عفوا، وإلى الضاحية الجنوبية هي التي اليوم أصبحت الجبهة الأولى في الصورة. هل يحتاج المقاومون في لبنان إلى جبهة إسناد أخرى من محور المقاومة؟ أنا أتمنى بأن تفتح كل الجبهات وأن تكون حرب واحدة، وإلا بالتقسيط نحن خاسرون. نعم. وهذا ما يحصل يوميا ما بين الانتقال من جبهة إلى أخرى. وإذا ما شعرنا بأن طالما أنها بعيدة عني فأنا بخير، هذا غير وارد. يعني إذا لم يستطع حزب الله، عم بحكي بالمجمل، أنا نعم. أعرف بأنه يستطيع، ولكن إذا لم يستطع حزب الله لملمة وأخذ الأنفاس والقيام بالمبادرة الجديدة بضربات قاسية على العدو الإسرائيلي، يكون قد نزع القلق الأقوى من محور المقاومة. التالي حتى لو أي محور من المقاومة، حتى لو غزة نزعت، سيتدهور محور المقاومة إلى مكان لا تحمل عقباه. فكيف إذا كان حزب الله وكان العدو الإسرائيلي يرى من بعض محلليه بأن رقعة الشطرنج في الشرق الأوسط، العراق هو قلعة، اليمن هو قلعة، غزة هي بيضة، سوريا هي بيضة، الملكة الأقوى نعم. هي في لبنان، والملك هو في طهران.
ولا يمكن قتل الملك والوصول إلى الملك إلا بقتل الملك، يعني حتى لو كان هناك دمار للقلعة تستطيع الملكة إعادة إنشاء قلعة جديدة. يعني عم بحكيك أنا كيف كانوا يفكروا، وهذه من الناحية العسكرية. أعتقد بأنهم يعني ماضون بهذا الموضوع، وهم كذلك ماضون بالحرب المقدونية بأن أقتل الزعيم أو القائد تنهار الجيوش. هذا لم يجدي نفعا مع حزب الله. حزب الله كينونة مؤسساتية تعتمد على الوحدات المنفصلة المتصلة بأمر واحد والمنفصلة بأوامر متعددة وفق القرار وفق التوقيت والأرض والميدان، وبالتالي العدو الإسرائيلي يكون قد ارتكب خطأ كبيرا. وأنا أتمنى هذا العدو أن يرتكب هذا الخطأ فيكون هدية للمقاومون على الحدود بأن أتوا إلينا قبل أن نأتي إليهم، ولربما تكون فتحة. وأنا بعتقد أنا هلأ ما عادش لازم ننتظرهم، يعني إذا بدك رأيي لو أنا كان لي القرار لما فضلت أن يأتوا إلينا، أذهب أنا إليهم وأحاصرهم ونحن بذات القوة نستطيع بالجيش الموجود في الجنوب أن ندخل إلى الجليل بعد ما زالت لدينا قوة أن ندخل إلى الجليل. إن شاء الله. لماذا الانتظار بأن يأتوا إلينا إذا؟ الفكرة حقيقة جريئة للأستاذ علي حميد. نحن ندخل إلى الجليل قبل أن يدخلون إلينا. نمتلك هذه القدرات. المقاومة الإسلامية. شوف الجرأة موجودة. نعم. لكن الحسابات العسكرية يجب أن نتحدث بها. أولاً لا غطاء جوي لأي قوات تدخل إلى الجليل. بالتالي تكون هذه القوات التي تدخل مكشوفة أمام العدو، وبالطيران لا يشتبك مع هذه القوات، بالطيران يستطيع حقيقة إبادة هذه القوة المتجحفلة والداخلية. بالتالي لا نستطيع أيضا أن ندخل بأشخاص، إذن نحتاج إلى قوات، إلى دروع، بالتالي تكون الدروع مكشوفة أمام الغطاء الجوي. لا يوجد هناك غطاء جوي دائم، وبالتالي نستطيع أن نتقدم بهذه القضية. نحن ننتظر، المعارك تدار حسب الإمكانيات. أستاذ ظفر، أنا أعتقد أن هذه المعركة نحن نحتاج بها إلى تخطيط وتكتيك حقيقي، لا أن نعبر أو يأخذنا الحماس أو يأخذنا طلب الثأر لسماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، لكن نحتاج إلى تخطيط حقيقي. إذا ما دخلوا، أو ما يسمى بالصبر الاستراتيجي. أحسنتم. إذا ما دخلوا وضعوا أنفسهم بكماشة حزب الله. لا، اليوم استاذ العزيز استاذ حيدر، اتفق معك، هناك موضوع صبر استراتيجي، لازم نضع الخطط، نحن منتظرين. الان العدو يعيش بحرب نفسيه نفس ما انتظرنا الرد على اغتيال الشهيد اسماعيل هنيه، ولإيران الحق باتخاذ الموقف الذي يناسب محور المقاومه ويناسب وضعه الداخلي والخارجي. ولكن لا ننسى هناك راي شعبي، هناك حماسة، هناك تعاطف، هناك قهر. خلي أقول أستاذ ظفر، خلي أتحدث. نعم. لك الصهاينة هم يحتاجون هذه الحماسة وهذا الاندفاع من قبلنا، وبالتالي نتخذ قرارات غير صحيحة، وهذه القرارات الغير صح تضعنا في مواقف عرجة. وإذا ما تعرضنا إلى ضربة أخرى وخسارة معركة أخرى لربما نخسر الحرب. نحن لا نرغب أن نخسر الحرب قدر ما نرغب أن تكون هذه الحرب هي الحرب الأخيرة التي من خلالها نستطيع أن نحرر الأرض المحتلة. عامل الوقت يخدم محور المقاومة، يخدم الكيان الصهيوني. أكيد محور المقاومة. نحن لا نحتاج حقيقة الاستعجال في قضية الرد وفي قضية الحرب، نحن نحتاج أن نضع الخطط المناسبة. كلام أستاذ علي، علينا أن ندخل. طيب إذا ما دخلت هذه القوات بدون غطاء جوي وهو يعلم هذه القضية ويوجد حقيقة الاستهداف، ما احنا شفنا القنابل الموجودة بناية وتحصين واستطاعت أن تصل للسيد، هنالك قنبلة بوزن 2.5 طن وإلى 3 طن. كيف نتعامل مع الجو؟ لا دفاعات جوية بحيث تعالج هذه الأهداف الجوية، زين، لا غطاء جوي يتحرك مع القوات حقيقة الداخلة إلى داخل الأراضي المحتلة الفلسطينية. وبالتالي نحن نحتاج إلى تخطيط آخر. التخطيط الآخر، هم يحتاجون إلى نصر آخر، هذا النصر الآخر هم يجب أن يكونوا على أرض لبنان. لذلك يتحدثون ويقولون نحن قد دخلنا
احتللنا هذه الأرض، أنهينا نقاط المقاومة لدى حزب الله، وبالتالي عندما يدخلون وحسب ما مهيئ لهم سوف يقعون حقيقة في كماشة حزب الله، وسوف إذا ما دخلوا وانسحبوا أو تم إبادة القوة المتجحفلة والداخلة إلى داخل الأراضي اللبنانية حققنا نصرا، وبالتالي حققنا الردع في هذا الموضوع. إذن نحن نحتاج التفكير الصحيح والتخطيط الصحيح، لا تأخذنا حقيقة الحماسة لأخذ الثأر وأن يغيب العقل العسكري في هذه النقطة. نعم، أعود مع الأستاذ علي. أستاذ علي، سؤال، يعني هل لبنان عضو بالجامعة العربية أو منسحب؟ صحيح لي هذا الموضوع. يعني طبعاً جوابك في سؤالك. إيه بالضبط، المجازر التي حصلت الآن بلبنان، أنا أستغرب الحقيقة. أنا اليوم موضوعي رسالة إلى بعض الدول، أنا رسالتي إلى العراق. العراق توغل تركي. دقيقة أستاذ علي حمية. العراق توغل تركي. العراق لا يمتلك سيادته على أجوائه. سوريا التي تقصف بين الحين والآخر من قبل الكيان الصهيوني. لبنان التي دمرت الآن الضاحية الجنوبية. فلسطين التي دمرت الآن غزة وعمليات الإرهاب الصهيوني في الضفة الغربية. هذه الدول إلى متى باقية بعضوية الجامعة العربية والجامعة العربية نائمة؟ أولاً عضوية أو الجامعة العربية موجودة بدولة مطبعة أول مطبعة مع العدو الإسرائيلي، وكسرت ظهر العروبة والعربان والدول العربية والإسلامية، سميها ما شئت. نعم. وبالتالي عندما تذهب مصر للدفاع عن الصومال بحجة الدفاع عن الصومال، اتفاقية الدفاع المشترك في الجامعة العربية، وكأن فلسطين تبعد عنها أكثر من نصف متر، يعني هذه نقطة. إذا كانت يعني غزة التي ليس بيننا وبين مصر حجاب ولا تقوم برفضها ولا بمساندتها، فكيف ستقوم بمساندة لبنان وهي تحت القبضة الأمريكية ومقيدة باتفاقية كامب ديفيد، والأمريكي محاصرها من ثلاث جهات، من جهة ليبيا، من جهة السودان، وكذلك من جهة سيناء في البلوك جيم. نعم. وفقط تقدير كامب ديفيد بين الدول المتعددة الجنسيات. يعني هذا سؤال، بس خليني في موضوع بدي أرد عليه الأستاذ حيدر. بالضبط، بس أستاذ علي خلي في بالك لدينا أقل من دقيقة لنهاية البرنامج، تفضل. ما تقدم به الأستاذ حيدر صحيح 100% لو كان الطبيعة الجغرافية غير الطبيعة الجغرافية التي لدينا. من جهة لبنان نحن نعيش على هضاب وجبال عالية. الأراضي الفلسطينية هي منخفضة بشكل كبير تحت الأراضي اللبنانية، وبالتالي إذا أراد العدو الإسرائيلي الدخول يتوجب عليه الدخول مشاة ومدرعات ودبابات حتى يستطيع الدخول إلينا. نحن نستطيع الدخول إليه، وكذلك القرى لديه متداخلة مع القرى لدينا، يعني هناك خط أزرق. تعرف يعني خط أزرق؟ يعني نعم. يعني في بعض الأماكن أقل من 10 سنتيمتر فقط، وبالتالي يعني ممكن أنه أنت تكون جالس على المصطبة عندك أو بالحديقة وترى اليهودي يسقي الزرع عنده. نعم. عادي. نعم استاذ علي ممكن. نعم نعم، انا اعتذر منك جدا، ولكن الان وقت البرنامج انتهى. كل التحيه والشكر للاستاذ علي حميه الباحث بالشان السياسي من لبنان. كل التحيه والشكر لك الاستاذ حيدر عرب الموسى والباحث بالشان السياسي، شكرا جزيلا. احبتي المشاهدين، تغطيه الايام مستمره حول اليوم القضية الكبرى، الرحمة والخلود والغفران لكل أرواح الشهداء اللبنانيين وبالأخص سماحة السيد حسن نصر الله. نلتقيكم بتغطيات أخرى، إلى اللقاء.